عندنا homework exercise 16 page 56. استاذ الفريد كليشن اوكي حلو حلو يا بوب ان 20 مللتر اوف 0.1 مول بير لتر كابر 2 سلفيت يعني كابر 2 سلفيت سي يو 2 بلس SO4 2 minus اسس بس عفوا عشان ظهرت مغارة الواي فاي 20 ملي موجود يعني 0.1 مول بير لتر معطيني السي ومعطيني الفي هاي ايكوال قد ايه 0.02 لتر سام جرانيت زنك از ادد عندها هون هاي عندي CO2 plus SO4 2 minus ضفنا Zn solid What is the minimum amount of zinc that should be added or used to decolorize the solution شو معنى decolorize the solution يعني في reaction صح اول شيء the equation of the reaction the equation of the reaction هيدا سؤال منضيف كل شيء قطع عندي concentration dilution preparation مع chemical reaction مع redox reaction شو الرياكشن بتكون بين مين ومين CO2 plus plus Fe بما انه قايل لي في reaction معناتها الايون is reduced هيدا reduction وهاي oxidation give Cu plus F plus Zn Zn2 plus ماشي الحال اتفقنا على هيدي النيجاتيف ايون ما مندخلها ما لنا علاقه فيها هيدي سبيكتيتر ايون ما مندخلها بعدين نيجي عليها بعدين وضحت ولا لا هون في رياكشن مش معطينا الاي لوحدي ولا لا شيء قايل لي وات از ذا مينيمم اماونت اوف زد زد ان مينيمم اماونت يعني الماس اوف زد ان شو عندي انا عند الرياكشن بين CO2 بلس اند زد ان اكوردنج تو اس ار ان اوف CO2 بلس اوفر 1 ليش اوفر 1 عندي 1 هون ايكوال ان اوف Zn over 1 كيف نطلع الان لCO2 plus انا عندي Cu SO4 gives what Cu2 plus plus SO4 2 minus C over 1 equal concentration Cu2 plus over 1 تذكروها هاي تذكروها Cu 2 plus equal C equal 0.1 mol per liter minus 1 N of Cu 2 plus equal C times V 0.1 V equal the solution كله 0.02 equal 2 times 10 to power minus 3 mol مظبوط
صار عندي صار عندي n less CO2 plus over 1 equal n of Zn over 1 implies that n of Zn equal n of CO2 plus equal 2 times 10 to power minus 3 mole. طالب مني الماس. Mass of Zn equal n times m. n equal 2 times 10 to power minus 3 times. ليكو قلتلكن انا بالفوليوم 2 بالفوليوم 2 اخر صفحة معطيكن المولر ماس لكل واحد مننا. ماشي الحال equal 65.34 حطينا 0.4 نضربه هون بيطلع عندنا الماس جرام. ماشي الحال بس فيك ترجع تعيدهم عشان حاسسهم معقدين. فكرة معينة قايل لي عندي سوليوشن سي او اس او 4 الفوليوم 20 ملي والكونسنتريشن 0.1 انتو ذا سوليوشن سام جرانيت اوف زنك يعني حبوب من الزنك يعني سوليد. قايل لي رياكشن شو قايل لي السؤال شوف السؤال بيقول لي What is the minimum amount of zinc that should be used to decolorize? Should decolorize? غير اللون. يعني هيدا لمعلوماتك. هيدا blue. Blue color. ماشي الحال. هيدا blue. بصير شو? Color less. لأن الزيت عن شو color less. فإذن شو كان بالأول? Blue. decolorize شو صار color colorless yes. يعني صار في reaction يعني CO2 plus plus Zn the ion is reduced على طول والmetal is oxidized. ماشي الحال فصار اتفقنا. طيب هون عندي stoichiometric ratio شو معناته according to SR n of CO2 plus over 1 لأنه هي 1 equal n of Zn over 1. طيب أنا معطيني CuSO4 CuSO4 concentration لكل قد 0.1 بنطلع concentration لCO2 plus أو number of mole CO2 plus شو بعمل C لC over 1 C لهي كله over 1 equal concentration CO2 plus over 1 إلنا الآيون نحطه بين brackets concentration CO2 plus equal C equal 0.1 mole per liter n equal c times v طلعنا الان بالاس ار n over 1 equal n over 1 طلعنا الان zn وطالب من الماس equal n times m الام هي هيدي given. ماشي الحال هيدي given اتفقنا. ايه يا مصطفى عز الدين نعم شو بدك مصطفى اسس. طب بالنسبه للاس او for 2 minus هذه كل اترك لي اسبيكتات ما ندخل فيها بالمره الان ما بتتغير لا بصير فيها الاوكسيديشن ولا ريدكشن هون كل شغلنا على البوزيتيف ايون يا مصطفى. ماشي اوكي بس طيب وبالايكويشن بس يصير في بالانس يعني من الاولى خلينا نمشي بالدرس خطوه خطوه حبيبي. ماشي طيب عم تكتبوا كويشن فريجن هو دي بالانس نعم لازم بالانس بتشارج. نعم حبيبي مش لازم نعمل بالانس بتشارج. ما هي بالانس تو تو خلص بس. تو تو بالانس فيك تعملها هاف ما بيأس عم تكتبوا شيء ولا شو؟ نعم صوره. طيب بلا استاذ انا بس صوت باخر صوت بس سامعني. على مهلك حبيبي اشتغل على مهلك على مهلك مسلم. هلا استاذ يا حبيبي انا كنت بدي ابعت لهم مارك امبارح بس الانترنت كثير بطيء وهلا عم حط بسيطه بسيطه في بدي البارت 2 مش مين عم يكتب بعد لا لا لحظه انطون في فادون يلا
خلصت؟ لا لا ثواني. بصراحة ما فهمتش كيف شو صار بصراحة يعني. شو 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 ايه اللي سألني؟ سألني. ايه هلا بس هلا نحن كان بدنا مينيموم امام يعني الماس للرياكشن للزد بيناتهم للزد انا مش آه. على طول النو يستيز من طلع من الجفن وكيف وكيف نحن كيف نحن بنعرف شو كيف تعرف؟ نعم كيف يعني؟ فسر سؤالك بال عم بسألك انه نحن بدنا نعرف قديش هي بدها لتعمل رياكشن صح؟ هذا النون مش عطول من الجفن بنطلعه يا مصطفى؟ مش عطول ايه. لانه مطلع من الجفن؟ شو الجفن اللي عندي اياه؟ CO2 بلس معطيني اياه كونسنتريشن. يلا بدي بدي ابدي راح خلصت كتابي ها؟ طيب البارت بي شو بين البارت بي؟ البارت بي بيقول what is the final colorless solution that is obtained. شو الفاينل colorless؟ انا عندي CO2 plus plus Zn gives what CO plus Zn2 plus. Zn2 plus. شو الفاينل؟ هو زنك وعندي سلفيت. ليش؟ لأنه الـ SO4 هون 2 minus ما اشتغلنا فيه شيء بده يبقوا remain the same. مظبوط ولا لا؟ Zn SO4 solution. مصطفى سألتني شو ما نعمل بالاس او فور مظبوط ولا لا؟ نعم. رياكشن بين مين ومين بتكون؟ بين البوزيتيف ايون هيدي شو صار فيها؟ ريدكشن. هاي شو صار فيها؟ اوكسيديشن. زد ان مش از اوكسيدايزد سي او 2 بلس مش ريديوست الاس او فور سلفيت اشتغلنا فيها شيء؟ هو بنسميهم سبيك spectator ions spectator يعني remains the same remained ما بيتغيروا يعني the same unchanged unreacted يعني عم يتفرجوا ما 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 بيعمل reaction شيء spectator مفهوم ولا لا؟ شو بيقول لي هلا؟ calculate the concentration of the chemical species that is present in the colorless solution. طيب أول شيء شو the chemical species present are Zn2 plus and CuSO4 2 minus Cu مش ion مش ion ماشي الحال فهمنا طيب انا بدي طلع الكونسنتريشن لهاي ولهاي هاي معروفه كيف مش سي يو اس او 4 جيفز سي يو 2 بلس بلس اس او 4 2 ماينس سي اوفر 1 ايكوال كونسنتريشن اس او 4 2 ماينس اوفر 1 ان تشينج امبلايز ذات اس او 4 2 ماينس ايكوال سي equal 0.1 مول لتر هاي دي unchanged بتبقى constant بيجي لهاي شو بقول SR N of CU2 plus over 1 equal N of ZN2 plus over 1 مش N over 1 equal N over 1 يعني 0.1 N Zn2 plus equal N of Cu2 plus equal 0 equal 3 equal 1 هذا بيساوي 2 times 10 to power minus 3 mol. طيب
طب الكونسنتريشن زد ان تو بلس ايكوال ان اوفر في. الفوليوم نفسه نفس الفوليوم ذا سيم. اي رياكشن بده يكون عندي فوليوم بيكون للكل موجود فيها 20 ايكوال 2 تايمز 10 تو باور ماينس 3 اوفر 0.02 0.1 مول لتر ماينس 1. برجع بعيد الكيميكال سبيشيز مقصود فيها هون بس اللي كونسنتريشن. ليش اخذت هون اخذت السيو؟ السيو الصلب ما له كونسنتريشن مزبوط ولا لا؟ ما له كونسنتريشن السيو. فاذا شو اللي عندي هون كيميكال سبيشيز هون؟ زد ان تو بلس اس او 4 تو ماينس. من الاول اس او 4 تو ماينس هيها ما تغيرت تبقى سبيكتاتر لانه ذا ريميديسن طلعناها ان سي اوفر 1 ايكوال كونسنتريشن اوفر 1 طلعت هون. نيجي للزد ان تو بلس بالاس ار 2 فروم ذا انيشال رياكتانت الميجر رياكتانت هو ان اوفر 1 ايكوال ان اوفر 1 طلعنا الان والفوليوم نفسه. وضحت وضحت ولا لا؟ فاذا بيطلع عند الكونسنتريشن مين عنده اي استفسار فيك تسال اللي عم يكتب يكتب يلا. بس تخلصوا بتقولوا لي مين عم يكتب هلا؟ طيب محي خلصته؟ لحظة يا أستاذ. يلا حبيبي يلا عجل لك شوي. ماني متى عند الصورة. يلا أستاذ دقيقة وبخلص. على مهلك حبيبي. أستاذ؟ يا حبيبي. معاش فينا نبعث الهومورك نحن؟ اليوم خلص. طيب ماشي. لأن صرت بعت أسماء اللي مش عاملين. يلا مرة جاي للتلاتة. خلصت يا أستاذ. هلا اكسرسايز نمبر 17. شو السؤال بيقول؟ هيدروكلوريك اسيد اتاكس 10 SN يعني producing hydrogen. أول شيء الأسيد الكابل اللي له H plus H2 okay with 10 SN2 plus SN. لما بيقول لي attack شو معناتها؟ شو معناتها؟ في رياكشن مزبوط ولا لا؟ شو هون عندي اياها؟ H plus gives H2 و SN gives what؟ SN2 plus. ليه؟ اذا احنا جينا على هون H plus react with SN H plus give H2 SN SN2 plus. شو عندي صار انا هون؟ أنت قمرول سوري قمر صح؟ هلا هون
شو بيعمل؟ هايدي 2 plus 2 electrons هايدي plus 2 electrons gives what? الإكواشن بتصير عندي شو؟ 2H plus plus Sn gives Sn 2 plus plus H2. Write the balanced equation of the reaction. هيدا أول part. هيدا part A. صعب شيء؟ هم ما في داعي أنا أعطيكم الإيه لك الوحدة. Part B. كيف نعرف أمتى بدنا نعمل هاد الجمة وأمتى لا؟ بس يقول لك represent electrochemical axis بتعملها. هي مش ضرورية هلأ. إذا أنت بتعملها على جانب ما بيأثر. بس يكون في أسد بيعمل الإكويشن هاد؟ إيه أسد. What is the mass of Sn oxidized by قد ايه عند ال V 100 ملي 0.1 لتر مول بير لتر C equal 1 مول بير لتر بدو الماس لل Sn شو منقول؟ منطلع N ومنطلع مولر ماس NH plus equal C times V C قد ايه عندي اياها 1 times 0.1 مول SR N of H plus over 2 equal N of SN over 1 implies that N of SN equal N H plus over 2 0.05 0.1 over 2 0.05 مول طالب مني الماس طلع المولر ماس SN 119 جرام بير مول هي جيفن شو الام ام تايمز ام 0.05 تايمز 119 ايكوال كذا كذا جرام شو يا جماعه لا سهلين يا شي صعب ما هو قاعدات قاعدات قديمين يا استاذ من زمان قديم هيدا الاساس بارت سي شو بيقول استاذ الصوره فيهم كل شيء كل فوليوم فاستو نفس الشيء ان اوف اتش بلس اوفر 2 ايكوال ان اوف اتش 2 اوفر 1 يعني 0.1 اوفر 2 equal n of h2 implies that n of h2 equal 0.05 مول ونحن بنعرف n equal v gas over vm مزبوط v gas n times vm equal 0.05 times ادال vm معطيني اياها معطيني ال vm 24 equal 1.2 liter. صعب شيء. Part D. أصو ألم فيهم كل شيء 16-17. Part D. شو بيلي بالPart D؟ كافي نرجع. Concentration of SN2 plus. كمان SR N of H plus over 2 equal n of sn 2 plus over 1 كلها مثل اخذناها هناك n of sn 2 plus equal 0.1 over 2 0.05 مول شو بيساوي concentration sn 2 plus n over v 0.05 over 0.5 مول بير ليتر هيدا السؤال يا شباب وصبي صعب شيء صعب لا ها
سهلين عم، بس يعني بكفي نحن نحل هو السؤالين عشان نقدر نمسك الدرس. ما بلاش حل بعد، نحل هلا. في عنا بعد 18 20 هو اهم شيء يعني. لا كلهم مثل بعض هلا. لايكو استاذ مزبوط انه هودي سهلين وقاعدات قديم، بس بوصله مطرح ما بعرف عم تستعمل هالقاعده. اي قاعده حبيبي اسالني انت. لا انه بشكل عام هلا عليك بس تعود عليهم. هوم وورك ربعت لكم اياهم انا. تعود يا يوسف جيمش. 19 20 page 57 شباب وصبايا عملوا الهوم وورك، لانه عم ببعت اسماء اللي ماشي عملوا الهوم وورك.